سلامات باص مدرسة ذا. هذا باص نورة هايكنج. الله الله الأسماء. شوكوش ياسر عزوز عامر. عامر تقعد هناك آخر شيء بالزاوية، وانت ياسر تقعد هنا، شوكوش بالوسط، عزوز قدام. هذه تشكيلة وشوكوش محور عيال. يجي طارق حامد. طيب استاذ نور الله يعطيك العافية، يعني احنا اخويا نبغى نقعد جنب بعض. لا والله كل واحد يقعد في المكان اللي حددته. قايل لكم مدرسة. اسكت انت وياه، كل واحد على مكانه. سمي يا حضرة الوكيلة. انتوا ورانا ورانا. سلامات، حنا جايين قبلكم، انتم اللي تلحقونا. من زينكم اللي احكم، استغفر الله. بس يا الله صباح خير. ممكن تهدون شوي الاسماء لو سمحتوا؟ مي بيان مناهل ملاك نصابه. هذه بحمود. مي انت تجلسين اخر شيء هناك جنب عامر. بيان جنب عزوز. مناهل تجلسين جنب ياسر. ملاك انت عند شوكوش. يلا معلش يا اختي، يدي من اول محطوطه هنا. معلش يا استاذ، شيل يدك عشان ما اكسرها لك. هلا والله، هذا مكانك. شكرا يا استاذه. السلام عليكم. وعليكم السلام، مين انت؟ انا راشد، وهذه زوجتي بشرى، تونا متزوجين. اجلس هناك. طيب تعال تعال تعال. سلامات، وراك شادة انت ناظر. عفوا، اقول ناظر قدام، حركات ذي عارفينها. خمس دقايق بنحرك. يا أستاذة باقي واحد اسمه كفتة ما جاء. عارفة، بس إذا ما جاء بالوقت بنحرك. طيب أبدزه البقالة بجيب موية عطشان. الموية بتجيكم مع الوجبات في المعسكر. قال إيه قال معسكر، صارت بطولة مو هايكينج ولا كيف يا أبو حمود؟ أقول تسوي خوي بس. أقول شكل السنتي بتعطشينا، أبدزه البقالة سريع سريع.